الله يعطيكم العافية الشباب. بنكمل بسؤال 20/4 الجزء الثاني منه. طبعا احنا اول اشي شفنا اذا بدنا نعمل ابديت للسيستم. الجزء الثاني من السؤال بدي اشوف انا اذا بدي اعمل بيرتشيس لسيستم اخر. فانا هون بدي اقارن بين عملية البيرتشيس وعملية الابديتنج، وبدي اشوف مين اللي افضل الي. نيجي نبلش بالسؤال. عندي زي ما من نفس المعطيات تبعت سؤال 20/4، عندي التاكس ريت 35%، الار او ار 11%، وعندي الانيشال انفستمنت من السؤال اللي هو الايش الاستثمار الاولي، قديش انا بدي اشتري السيستم. قديش بدي اشتري السيستم طبعا موجود بالسؤال، اذا بنرجع عليه هياته 224,800. هاي عبارة عن الانيشال انفستمنت طبعا بسنة الزيرو. وثاني اشي في عندي انا برضو، يعني انت لما قرأنا السؤال، رجعك على السؤال، حكينا انه انا اذا بقدر ابيع السيستم اليوزفول لايف، خلينا نبلش باليوزفول لايف. اليوزفول لايف تبعيته 7 سنوات، وبالاخير السالفج فاليو لإله 12,000، يعني بقدر ابيعه بعد 7 سنوات بقيمة 12,000. هاي معلومة. ومعلومة ثانية كانت انه انا عندي البوك فاليو للسيستم القديم هي 19,500، وانا ممكن ابيعه بالسوق ب 24,000 دولار. والان السؤال، اذا انا بدي اشتري سيستم جديد، اذا بدي اشتري سيستم جديد بقيمة 224,800، السيستم القديم شو بدي اعمل فيه؟ اكيد راح ابيعه. طيب والسؤال قديش راح ابيعه؟ راح ابيعه ب 24,000 دولار، صح؟ فانا منطقيا بقدر اجي هون احكي انا راح ابيع هذا السيستم ب 24,000، راح يدخل علي 24,000. طبعا هذا الجواب ناقص لانه انا عندي تاكس، والتاكس على شو بدي اخذها الان؟ انت احكي فكر فيها شوي. التاكس انا عندي البوك فاليو، خليني اوديكم على الشيت الثاني، انا عندي الماركت فاليو 24,000 لهذا السيستم، صح؟ والبوك فاليو 19,500 من السؤال، هاي المعلومات. فاذا انا راح اعمل جين او ربح بمقدار 4,500. لاحظ معي، بيع الاصل ما راح يكون عليه تاكس. انا وين راح ادفع تاكس؟ على الجين فقط، راح ادفع التاكس على الجين. فاذا هاي ال 4,500 راح ادفع عليها تاكس. كم راح يكون التاكس؟ قيمة التاكس 35%، فبالتالي انا هاي راح ادفع عليها تاكس بمقدار 1,575. فإذا مدامي راح أدفع عليها تاكس بقيمة 1,575، فإذا أنا سعر البيع أو سعر البيع هو 24,000، التاكس راح أدفعها 1,575. إذا أنا اللي راح يوصلني مصاري هو عبارة عن 24,000 ناقص الضريبة اللي راح ادفعها على الجين تبعي، دي 22,425. اوكي وضحت هاي. نيجي على السالفج فاليو، حكينا 12,000 بعد 7 سنوات افتر تاكس، طبعا هو اعطاني اياه بالسؤال. الان reduce in employees، انا عندي حكينا راح يتم اذا على السيستم، اذا بشتري سيستم جديد راح اطلع موظفين اثنين عندي. من وين جبت هذا الكلام؟ من السؤال. فاذا انا عندي number of عدد العمال اثنين، رواتبهم 19,400، التاكس 65%، حكينا بناخذ المقلوب. فاذا انا النت كاش سيف راح يكون عبارة عن 19، راح يكون يساوي 2 عدد العمال ضرب الراتب ضرب النسبة، ويساوي 25,220. بنروح بنعبيها بالجدول. طبعا انا باجي على السنة الاولى، على السنة رقم واحد، لانه سنة الزيرو هاي اللي تم فيها عملية شراء السيستم وعملية بيع السيستم القديم. بعدين انا ببلش احسب من بداية
كل سنة جديدة الأحداث راح تتابع. ثاني شغلة بدي أشوفها اللي هي البروفيت انكريزد، قديش زاد عندي البروفيت. طبعا قديش زاد عندي البروفيت، حكينا انه انا عندي البروفيت تبع السنة الماضية 553,000 والريت عبارة عن 4.5%، خليني امثلها زي هيك 4.5%. فاذا قديش راح تكون الزيادة في الارباح عندي 24,885، التاكس 65%، طبعا المقلوب يعني افتر تاكس انا عم باخذها. فبصفي عندي النت كاش هو عبارة عن ال 24,000 ضرب ال 24,885 ضرب ال 65% بعطيني 16,175. 16,175 طبعا لكل السنوات. اذا بعدك ما فهمت هاي النقطة خليني احكي لك اياها على السريع. انت احنا اجينا على السؤال حكينا انه انا عندي السنة الماضية كان البروفيت عندي قديش 553,000، وحكينا هون بالسؤال انه اذا انا طبقت السيستم، اذا انا اشتريت سيستم جديد راح تكون عندي العمليات اسرع ب 12% فاستر من اني سيستم اخر، ونتيجة هاي السرعة فالارباح راح تزداد عندي بقيمة 4.5% عن السنة الماضية. طب السنة الماضية قديش كانت؟ 553,000. فاجيت ضربت ال 553,000 بال 4.5% وعرفت قديش مقدار الربح اللي راح يكون عندي. مقدار الربح اللي راح يكون عندي هو زي ما انت شايف ال 24,885. طبعا هاي بفور تاكس. ال 24,885 هي بفور تاكس. التاكس انا عندي قديش قيمته؟ 35%. فاذا انا راح ادفع ال 24,885 راح ادفع عليهم تاكس بمقدار 35%، صح؟ ل 8,799. وبالتالي فانا الرقم اللي راح يجيني الانفلو او يعني التدفق النقدي الزائد اللي راح يجيني هو راح يجيني بعد الضريبه، بعد خصم الضريبه، اللي هي ال 24,885 ناقص ال 8,709 وتساوي 16,175، اللي هي نفس الرقم اللي طلعناه هون. هون انا شو اللي عملته؟ جبت الاماونت ضربته، طلعت ال 24,000 زي ما عملناها، بس هون ضربت بالمقلوب عشان اطلع الصافي مباشره بدل ما ادخل بكل هاي العمليات الحسابيه، خلص ضربت مباشره في المقلوب. نيجي على الخطوه اللي وراها اللي هي الاوبريشن كوست. وطبعا الاوبريشن كوست هون طبعا هاي انا دائما بنسى انها بالماينس، بحطها هاي بالسالب. عندي الاوبريشن كوست تساوي كم؟ الزيادة بالكوست 14,260. طبعا برضو نفس الاشي بضربها بالمقلوب. صفي عندي راح تساوي 9,269. 9,000 بالماينس 9,269. هاي عبارة عن كلفة التشغيلية للنظام. depreciation. الآن depreciation أنا عندي له، أعطوني بالسؤال معادلته، أعطوني الريت تبعت depreciation هياتها 20%، 32%، 19%، 11%، 11% و5% لكل سنة. نيجي على حل السؤال. هاي depreciation طبعا البيس تبعي، البيس تبع depreciation أو الرقم اللي بدي أعمله depreciation اللي هو هذا 224,800. هذا هو البيس تبعي او الرقم اللي بدي اعمله ديبريشيشن، وهي النسب عبيناهم. نشوف القيم الان. اول سنه انا راح اعمل ديبريشيشن بقيمه 44,960 وهكذا، والسنه اللي وراها واللي وراها. فهيك انا طلعت كل سنه قديش انا قيمه الديبريشيشن اللي بدي اعملها. طبعا هون في غلط، هاي 5% مش 50%. اوكي هيك افضل. فطلعت انا القيم، وانا نحاول نقرب الارقام، يعني بديش اخذ انا يعني هاي راح اخليها 7، هاي راح اخليها 7، هاي راح اخليها 2. فبدي اقرب الارقام. خلينا نطلع التاكس الان. 35% التاكس حكينا قيمتها. ليش 35%؟ انا هنا كلياتهم باخذ المقلوب، اي نعم،
الا بالديبريشيشن، لان الديبريشيشن هو عباره عن اكسبنس. فانا الديبريشيشن قيمه التاكس اللي راح تطلع هي اللي راح هي القيمه اللي راح اوفرها على حالي. فاذا انا راح اوفر على حالي 35%، طبعا هنا تساوي ضرب التاكس يساوي تمام. صاروا عندي القيم اللي هي هاي للسنة الأولى، هاي للسنة الثانية، للثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، والسابعة طبعا صفر. نيجي نبلش نعبي فيهم. السنة الأولى حكينا هي 47,862. لا سوري، احنا بدنا ناخذ هذا الرقم، هو دائما هذا الرقم، فخلينا اعمل له يساوي. ما راح ياخذها، خلاص نعبيهم تعبايه. 25,000 25,178، 15,107، 9,064، 4,000، 5,32، 15 و7، 9، اوكي هذه تبدو هون 90,064، وهي صفر تمام. هاي دخلنا ارقام الديبريشيشن. الان انا عندي بدي اطلع النت كاش فلو للمجاميع. هنا تساوي انا عم بطلع بس مجاميع مباشرة، اوكي انا طلعت النت كاش فلو. الان انا بهذول اللي عندي بقدر اطلع انا البي باك بيريود، باي باك بيريود. وحكينا الباي باك بيريود هي عبارة عن أنا متى راح أقدر أغطي هذا الرقم على مر السنوات. فراح تلاقي إنه السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، أكيد أنا أول أربع سنوات، بالسنة الخامسة بيضل عندي 8,786، 8,786 على اللي هي السنة الخامسة 4,191، ويساوي 2 بالعشرة، يعني 4.21، هيك راح يكون الباي باك بيريود. طبعا الآن خليني أنا أفرجيك كيف إحنا بنعمل الباي باك بيريود. أنا عملتها بطريقة يعني على السريع، بس خليني أفرجيك كيف بدنا نعملها. تيجي على أول سنة، أنا كم عندي ناقص؟ عندي ناقص 202,357، هذا الرقم من وين؟ اللي هو هون. أول سنة إجت 4,7,8,6,2، غطت لي جزء من المبلغ اللي دفعته. قديش ضل من المبلغ اللي دفعته؟ 154,000. هياته 154,513. ثاني سنة كم إجاني تدفق نقدي؟ 57,304. وانا قديش علي؟ 154,000 بعدني دافع للسيستم. فكم بيضل؟ بيضل عندي 97,209 لسه ما تعوضه. فناقص 97,209 نيجي ايش؟ مين في عندي؟ السنة اللي وراها، اي السنة الثالثة بتساهم ب 47,233. فكم بيضل؟ بيضل 49,000 اللي هي ناقص 49,967. نيجي على السنة اللي وراها اللي هي الايش؟ 41,000 فيها.
41,190 هاي، يعني أول أربع سنوات لسه ما عوضت القيمة اللي دفعتها، الآن بدي أجي على السنة الخامسة، السنة الخامسة أنا راح أعوض القيمة اللي دفعتها، واضح هذا الحكي، لأنه ناقص 8786 وأنا راح يجيني تدفق بقيمة 41,090، فأكيد راح أعوض المبالغ هون. هسا هاي سنة وهاي سنتين وهاي ثلاث سنين وهيك أربع سنين، أنا صرت لا صرت مغطي أربع سنوات تدفقات نقدية وبضل عندي الجزئية الخامسة. هسا الخامسة رح يجيني تدفق نقدي بواحد وأربعين ألف، ولكن أنا بدي أغطي 8,700، فهي جزء من السنة رح تكون جزء من السنة وليست السنة كلها، فعشان أطلع الجزئية بقسم هاي على هاي وتساوي هاي تقسيم هاي اللي هو 21%، فأنا عندي أربع سنوات و21% هاي البي باك بيريود. انتهينا منها. الآن نيجي على إذا بدي أطلع على البريزنت فاليو. البريزنت فاليو حكينا إحنا طبعا القيم تطلع عندي من الجدول، وأنا راح أدخل القيم بشكل مباشر. بدك تسألني إذا هل الجدول أنت يعني يفترض أنك أنت تكون قادر على قراءته، يعني بالامتحان إذا أنا جبت لك الجدول أو طلبت منك تجيب الجدول ويفترض أنك تكون قادر أنك تقرأه. فبصراحة إذا في يعني إذا بدك تسألني مطلوب ولا مش مطلوب منك تجيب الجدول فأكيد مطلوب، لأنه هذا الشيء يفترض أنك أنت غطيته بدراستك في المواد الثانية. هاي البريزنت فاليو. الآن باجي بطلع على الكاش فلو اللي عندي. طبعا هاي إذا 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 سألت نهاية تساوي هاي واحد، لأنه إحنا بالسنة الزيرو قيمة النقد بتضلها زي ما هي، النقد يتناقص مع مرور الزمن. لاحظ إنه الرقم هذا قاعد عم بينقص لأنه النقد مع مرور الزمن يتناقص. فإذا هاي ده تساوي ضرب واحد نفس الرقم راح يعطيني هون، هاي ضرب بوينت تساوي زي ما انتم شايفين اعطاني التدفقات النقدية لباقي السنوات. الان انا بس بدي اشوف النت بريزنت فاليو قديش باني اجمع هذول كلياتهم التدفقات الداخلة وانقصهم من التدفقات الخارجية من عندي واشوف الرقم قديش بيطلع. يعني اذا النت بريزنت فاليو يساوي اللي هي الناقص مع الزائد، ممكن يعطيني نتيجة مباشرة ياتها 14,220. لاحظ هاي إذا اشترينا السيستم أنا بيجيني تدفقات نقدية بقيمة 14,220. إذا أنت متذكر السؤال الماضي قديش كانت إذا أنا بديش أشتري، إذا أنا مش اشتريت السيستم، إذا أنا قمت ب upgrading the system قديش كانت القيمة اللي طلعت عندي؟ ارجع لها بالسؤال راح تلاقيها أقل. فبالتالي انا الخيار الافضل اني انا اشتري سيستم. ونفس الشيء اذا قستها بالبي باك بيريود، بي باك بيريود كل ما كانت الفتره الزمنيه اقصر كل ما كان افضل. فاذا بتروح بتشوف لي برضه بالمثال اللي حليناه راح تلاقي انه الفتره الزمنيه اطول من 4 سنوات 0.2، راح تلاقي 4 سنوات بوينت اتوقع 6 أو 7 ما بعرف ناسي الرقم بالضبط، بس تقدر ترجع للمثال وتشوف. وبالتالي انا بكون عندي انه اعمل بيرتشيز للسيستم هو افضل لي. ولهون بنكون حلينا السؤال. المرة الجاية بنغطي موضوع آخر، والله يعطيكم العافية.